محاور وأهداف خلص لها ممثلو جهات الدولة المشاركين في إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تعاطي المخدرات، مرتكزين على الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة والتي تقوم على دعم دور الأسرة في حماية أبنائها من هذه الظاهرة، حماية الأفراد في أماكن العمل وتوجيه المؤسسات التربوية حول كيفية الوقاية منها. احنا تقريبا في الصياغة النهائية لعمل الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت من خلال وثيقة معتمدة بين دولة الكويت والأمم المتحدة، وحقيقة يعني من أهم يعني الأحداث في هذه الاستراتيجية أن احنا جمعنا جميع الجهات الوطنية من وزارات، من مؤسسات مجتمعية، من مؤسسات مدنية، بحيث أن الجهود هذه كلها تتضافر والجهود هذه كلها تتواجه في قضية المخدرات وتوعية المجتمع ككل، وركزنا بالأخص يعني على أبنائنا الطلبة. ليس فقط الهدف الاستراتيجية هو أن ترصد ما هي تحديات ومشاكل المخدرات بدولة الكويت، ولكن تضع لها أيضا الحلول، بل وتحدد من هي الجهات المعنية داخل الدولة التي ستقوم بهذه الحلول. كما سيباشر المشاركون بعد هذه الورشة إلى الاتفاق على آلية العمل المقبلة لتحديد المعلومات والبيانات الخاصة بالمشكلة ووضع السبل الآيلة لخفض الأضرار الصحية والاجتماعية الناتجة عن هذه الظاهرة. كل من جهته راح يضع سياسة عامة للدولة، هناك راح تكون الخطوة القادمة راح تكون لجنة شاملة لمعرفة الأرقام، لمعرفة الإحصائيات، لمعرفة كيفية إدارة الأنشطة، الأعداد، الحد، هناك راح تكون سرية في التعامل مع الحالات. كوزارة الإعلام عندنا هناك حملة إعلامية جاهزة كمسودة تم إعدادها من أجل الانطلاق بها مواجهة مع هذه الاستراتيجية. راح نركز على الفئات المستهدفة في هذه الحملة، وهو الفئات اللي هم متعاطين المخدرات والذين لم يتعاطوا المخدرات، وأيضا هناك هدف فئة مستهدفة وهي الأسرة وهي الأساس. من المتوقع أن تبصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تعاطي المخدرات النور بعد ما يقارب الشهر، بعد إرساء جهات الدولة المشاركة ومؤسسات المجتمع المدني بنودها رسميا. تنطلق مؤسسات الدولة مجتمعة بمسودة استراتيجية للوقاية من تعاطي المخدرات من خلال تكثيف الجهود لتمكين الشباب ودعم الأسرة والمؤسسات التعليمية ببرامج إعلامية توجه وتوعي وتثقف. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.